مساحة الأرصاد الجوية ترتقب خلال يوم الغد بحول الله انخفاض لدرجات الحرارة، هذا على المناطق الوسطى الغربية، لكن المناطق الشرقية تبقى تشهد دائما أجواء حارة. بالنسبة لحالة السماء ستكون مغشاة على العموم وشبه رعدية نحو السواحل، تقريبا نفس الأجواء بالمناطق الداخلية مرفوقة ببعض الأمطار المحلية نحو الهضاب العليا خاصة بمنطقة الأوراس. الرياح ستكون قوية نحو الهضاب الغربية، ستعمل على نشاط بعض الزوابع الرملية على المناطق الجنوبية. الأجواء ستكون مشمسة على العموم، عادة بأقصى الجنوب ستشهد بعض نشاط الأمطار الرعدية مع نشاط أيضا بعض الزوابع الرملية المحلية بالصحراء الوسطى أقصى الجنوب إلى غاية منطقة الواحات. الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد تبقى مرتفعة خاصة بالمناطق الوسطى والشرقية، 25 درجة منتظرة بالعاصمة بقسنطينة باتناس، في حدود 26 درجة بعنابس كيكدا، 29 درجة بتيزي وزو والمسيلة. أما بالمناطق الغربية ستقارب 22 درجة فقط بوهران وتلمسان، ترتفع إلى 27 درجة بغليزان. أما جنوبا 28 درجة بشمال الصحراء، 23 درجة بمرتفعات الهوغار، 25 درجة بأقصى الجنوب الغربي، وترتفع إلى 30 درجة بمنطقة الواحات وأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد كما سبق الذكر الحرارة القصوى ستعرف تراجع نحو المناطق الوسطى، 33 درجة منتظرة بالعاصمة، 30 درجة فقط بوهران، لن تتعدى 29 درجة بتلمسان، تبقى مرتفعة بالمسيلة بوسهادة في حدود 41 درجة، 42 درجة كعلى مقياس بأم البواقي بميلا، كذلك بسكيكدا عنابة والطرف نفس المقياس سيسجل جنوبا بمنطقة الواحات، 35 درجة فقط بثمان راس، 38 درجة بجنات، تبقى تفوق ال 40 درجة من شمال الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب، أعلى مقياس سيكون بالصحراء الوسطى ب 45 درجة تحت الظل. البحر خلال يوم الغد بإذن الله سيكون قليل الاضطراب، وهذا على طول الشريط الساحلي. الرياح من ضعيفة إلى معتدلة، لكن ستشتد نحو السواحل الوسطى خلال الظهيرة لتقارب 50 كيلومتر في الساعة، وتتنا من غربية إلى جنوبية غربية. درجة حرارة مياه البحر تبقى معتدلة ودافئة تقارب 25 درجة مئوية.